بها. أخاف من عوفك. نعم. وين انكتبت؟ شلون انكتبت؟ هاي بها قصة. أي والله يا ريت. وقصة جميلة. يا ريت أسمع. أي. أي والله. في يوم من الأيام كنا أنا والرادود في الكويت. وكانت وفاة سيدة زينب. فكتبت قصيدة فهي أم للمصائب، ها ماتت بنت وصي الله فلندعو إنا لله، فهي أم للمصائب وهي بنت للأطائب للسيدة زينب. أخذت مجال وكان الحضور جيد، ومن خلص الثاني يوم أيضا عندنا مجلس، فقال لي قصيدة لبكرة يعني. قلت له خل أسمع الأوزان. سمعت تقريبا في السبع ألحان مسجلها بال، فأنا قلت له هذا اللحن حلو. من قلت له هذا اللحن حلو قال خل نكتب مستهلي يعني للتجربة. قلت له أخاف أشتكي لك وأعذب دليلك، إيش يعني للتجربة، أخاف أشتكي لك وأعذب دليلك وأريد بدموعي أبرد غليلك وما أدري شنو بعد جوها. المهم انطيته قال لي هذا كل الزين، هذا خليه مستهل. قلت له إن شاء الله. كانت ساعة تقريبا 2 بالليل، وذاك الوقت الصلاة كانت 4:15 هيك. فهو ترخص راح وأنا هم رحت، يعني كل واحد راح إلى محراب شأنه. أنا رحت على أساس أنام وأقعد عند الصلاة صفنيت. قلت أنا عندي ساعتين أكتب هالقصيدة وأصلي وأنا أكون مرتاح. حلو. وأنا أتمازح ويا هذا الرادود هواية، كنت هم عزيزنا وأخونا وأقدم له تحية. ألف تحية. فكتبت القصيدة وبيضت القصيدة مبيضة يعني، وخليتها مكتبة عندنا، خليتها مبيضة القصيدة كاملة جاهزة كاملة خليتها. ثاني يوم قعدنا نتريق الصبح، فأحد أهل بيته يعني قال لها أنه البارحة خوش مستهل سوينا. قالت له شنو قرالها المستهل؟ قالت والله هذا خوش مستهل. قالوا إن شاء الله من نخلص يكتب لي إياها. قلت له إن شاء الله. تريقنا وخلصنا. أنا أتمازح شو عندي مشاكسة يعني وأصدقائي وكذا من أول يعني. أريد أنا تتصور السنين لما تمر بي يعني تنمسح هاي الحالة، بس ما انمسحت للأسف، بقت يعني ملازمتني إلى الآن. شيء جميل. أي والله يعني أنا حتى ويا أولادي أصدقاء يعني أنا كنت أزعل على واحد من أولادي، بحياتي ما ضرب طفل أبدا أبدا، فيقول لي بابا ضربني لا تزعل عليه. ليش تزعل عليه؟ الله. فمربيهم على هالشيء، فأنا مازح يعني. الله يحفظه. فخليت القصيدة، خلصنا ريوق، بعدين قلت له خلي أجيب ورقة، ما كذبت أنا رايح جايب أوراق، قلت له خلي أجيب ورقة حتى أكتبها. رحت جبت الورقة، هو فرح بيها، كلش فرح. قرأ قال هذا شنو هذا غير مستهل. قلت له هذا اللي قلناه البارحة، خليته وما استفدت منه هذا أيضا، استفدت يعني. ما لجيت اشتكي لك، خليته رباط حتى حتى يعني حتى اذا تجي لك كوجداني عاطفي. اي لا لطيفه جدا، نص ينسمع يعني. اي وعكسها ما يصير بالله. يعني تقدر تقول له اخاف اشتكي لك. شلون هي بدايتها؟ اخاف من عوفك، اخاف من عوفك بعد ما اشوفك. تقدر تقول له اخاف من اشوفك بعد ما اعوفك، بعد ما ابقى قاعد. صح. فهي بالحالتين تراهم. يعني دخلنا الموضوع الملا، الله يطول بعمره ان شاء الله ويطول لنا بعمرك. الله يسلمك.